دكتور، واش الأمراض النفسية كتعتبر بحالها بحال الأمراض الأخرى؟ كي كتعرفوا أو بزاف ما تعرفوش المرض النفسي منين كيجي، كيفاش كيجي، لخصكم تعرفوا أنه المرض النفسي هو خلل في كيمياء المخ، يعني مرض عضوي جسدي. والمخ بحاله بحال جميع الأعضاء ديال الجسم ديالنا، مرة مرة كيمرض. هو واحد العضو اللي بحال نقوله كتمرض لك الكرش ديالك، الكبدة، القلب، راسك تضرك، يديك وإلى آخره. والاختلال اللي كيصيب كيمياء المخ كيأدير واحد المرض نفسي أو مرض عصبي. وغنفسر لك واحد شوية أشنو هو الكيمياء ديال المخ باش يمكن تفهم كيفاش واحد كيمرض أو كيطرر اضطرابات نفسية أو اكتئاب أو أمراض أخرى. كيمياء المخ كيتجسد في واحد الحاجة اللي كنسميوها نورو ترانسميترز، أو بالعربية الناقلات العصبية. وهاد الناقلات العصبية في حد ذاتها هي المواد الكيميائية الموجودة في المخ ديالنا، واللي كتربط الخلايا العصبية ببعضها. وهاد المواد الكيميائية فيها أنواع، ولكن غنعطيك واحد النقاط منها. وهاد المواد الكيميائية هي الدوبامين، سيروتونين، والنورادرينالين. ولكن عندك واحد النقص في المواد بثلاثة غادي يحدث لك الاكتئاب. وإلى تزاد لك سيروتونين مع النورادرينالين كيحدث لك الهوس. وإلى كان عندك نقص ديال سيروتونين وزيادة ديال النورادرينالين، النتيجة كتولي القلق. وإلى طلع لك بزاف الدوبامين كيحدث لك ما يسمى بانفصام الشخصية. وعدد ديال الناس عندهم هاد انفصام الشخصية، واش كيطرى العائلات ديالهم تديهم عند واحد الفقي يقرا عليهم أو الرقية أو إلى آخره، راه ما نفعش. في هذه الحالة غتشوف واحد طبيب نفسي هو اللي يساعدك، والله يشافي المرضى ديالنا.